انطلاقة بطولة السوبر سوبري مكة التي ستنطلق هنا على أرضية ملعب السلطان. إذن أعزائي المتابعين المتتبعين في كل مكان، أنا صار بالجميع في بطولة السوبر في ثاني مواجهات هذا اليوم، اللقاء الخالص الذي يأتي بين فريق النمو المسيم أمام مدرسة المواهب. الفريقان قادمان من جولة أولى، مدرسة المواهب انتصار عريض كبير جدا كان على فريق الفهد بقيادة نور بالتسعة واحد، ونتيجة كانت مؤلمة تماما. روح الشباب، إصرار اللاعبين، قوات فريق النمو المسيم التي أتت بالتعادل في اللقاء بثلاثة ثلاثة في مباراة الافتتاح وخسارة كأس الافتتاح. لكن هذه تشكيلة فريق نمور نسيم واختيارات المدرب الشاب عبد الله طاهر القادم من مدينة نسيم. أرادت المخالفة أو الكرة تصويبة خطيرة، عبرت يا مستر، مرت يا جودي، لقطة ممتازة، لقطة مهمة. أبو عابد نريد كرة باهية زاية، نريد كرة من الزمن الجميل، عامر تصويبة خطيرة ممتازة يا عامر، رائع يا عامر، أول كرة أول طلعة أول ضربة عن طريق عامر، مرت سلامات. اللقطة الماضية احضر يا اسحاق، زيارة مع يوسف راه، يوسف راه خطيرة عندها من الأول، مرة من الثاني خطيرة، كوكولا مش موقع الكرة، الخطر مازال عبودي يا ولد يا ولد، لا 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 لا، هي الكرة عن طريق عبودي، هي الكرة كانت يا يحياوي، كرة ممتازة، كرة رائعة، والجول الأول على الهدف الأول، هدف 1-0 عن طريق يوسف الزهراني، على غير العادة، على غرار كل العادات، دائما يسجل بأروع العادات، الزهراني تطور كثيرا تهديفيا، والآن بات لاعب هجومي ويسجل، افتتاح النتيجة عن طريق مدرسة الأباطرة، مدرسة المواهب الآن، عبد الرحمن الفني يمرح ولكن في صمت عارم، لمن هو مدير العلاقات العامة، 1-0 عن طريق يوسف الملك في وسط الميدان، وأيضا الاتحاد والأهلي الرسمية كلها تنتصر عليها المدرسة، إسيان 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 والثاني جول، الملك إسيان كان قريب الغول، كان قريب الغول، يريد أن فوزتي بالرأس، يتعامل الكرة ممتازة بالإحساس، هذه جول هذه جول هذه جول يا ولدي يا فوزتي يا ولدي، يا جريدة يا روحي يا إصرار يا فوزتي، رائع يا فوزتي، رائع رائع يا فوزتي، رائع، لا مش ممكن مش معقول، لا مش مقبول، هذا هو الكلام المعهود، كلمني يا فوزتي يا كريم يوسف العادي جولاتو، علي صار لا 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 لا، عادل شيخ صار خطير الكرة صدر القرار احمد عبدو، انتصار احمد عبدو يسير العودة للفار، حقيقة وكان قريب ولكن يريد ان يتأكد لكي يتأكد من صحة قراري، ام يوجد هنالك لمسة باليد من الزمن الماضي وهو ايضا يعتبر متبكر، هدف الان ماذا يقول؟ المخالفة مخالفة، الهدف يلغى، الهدف يلغى وطعم الهدف لقد مات، الهدف يلغى والفرحة تأتي بيضاء اللون لأن في بياضهم لمرمام يعطي قوة وإصرار، هدف من ذهب يريد يقول أنا ذا، أنا متواجد، تصويبة خطيرة والهدف الأن مش ممكن على الكورة، كورة التعديل تضيع، كورة ممتازة عن طريق امس الكابتن وان، الآن تعود الكورة خطيرة، هذه خطيرة جول 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 مش ممكن، هذا من أول يعني والله، ليه أروى ليه أروى يا عالمي يا عالمي يا عالمي يا عالمي يا أروى، من أين لك هذا؟ من أين جلبت كل هذه المهارة؟ يوسف أروى مش ممكن على دفع عالمي، هدف ممتاز، هدف فيه كثير من المهارات، هدف فيه كثير من الشطارة والابتكار، هدف فسخ فيه الحارس والدفاع صحيحة، هذه المعاملة الصحيحة حينما تدمر كرة القدم يا يوسف، ألم أتكلم وأقول لكم، ألم أتحدث وأقول بأن هذا الجوهرة الكروية، ولكن ما هو السبب على دمار، الدوري الآن يحاول، باص ممتاز، الكرة مع العالم يتقدم الآن بنجامين دي، واحدة ممتازة، خطيرة، جول 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 جول، لا مش ممكن يا ديكو يا
جماهيرنا في هذا اليوم تستحق المتعة الكروية. شكرا للجمهور الحاضر المتواجد كيف على هذا اللقاء، بينما هذا اليوم متميز جدا، وأيضا تتواجد بين الشوطين توزيع الجوائز المالية للجمهور الحاضرة التي تستحق حقيقة الدعم الممتاز. الآن مخالفة، الكرة تعود الآن عبود الآن يغلط الكرة خطيرة تصويب نجم قادم صغير في السن ممتاز جدا. الكرة من يحيى عصيري يتقدم يحيى الكرة للسن لسيار 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 الثاني جول 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 لا مش ممكن يا اسحاق. رائع يا ديكو رائع يا ديكو ممتازة الكرة للزين الزين باسكوتي الكرة ممتازة اروى اروى يحل اللعبة الان اروى وزع كرة خطيرة من راس اخذ من الثاني جول 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 لا مش ممكن يا ولدي يا ولدي يا ولدي من هنا باش تغير ومن هنا الثلاث واحد واحد. تألق الحراس في آخر الشوط الأول، انتهى الشوط وتبقى آخر، ونتمنى مزيد من المتعة والإثارة الكروية. شكرا أحمد عبدو. إذن أعزائي المتابعين نعود لكم مجريات الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي واحد واحد. تقدم وسط النواب عرف اللاعب يوسف الزهراني، بينما العودة كانت ممتازة عن طريق يوسف أروى. يتشابهان الأسماء ولكن يختلفان الألقاب وأيضا المستويات الفنية الرائعة والتي تعتبر متقاربة. الشوط الثاني ماذا تكلم المدربان؟ الكرة تمشي إلى الكحل الآن، لا تغييرات لا تبديلات على مستوى اللاعبين، اللاعبين هم اللاعبين يا أروى. الكرة من الكحل، الكرة ممتازة بين لم يظهر ريليو خطير الكرة الآن عامر القرن يقاتل. امشي ابراهيم، ابراهيم الدوف الآن يعد من الأول اسم الثاني، يتصرح مع يوسف خطير على الأبنال اسحاق ديك خلاص في آخر كورة. يحيى عصير من اللاعبين المتميزين، اللعبة 9.5 نعم خلف المهاجمين، لعب ممتاز جدا. الكرة تعود يا ولدي يا ولدي يا ولدي دول 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 فريق مدرسة المواهب. تلعب الكرة بالراس، الكرة مع يوسف أروى، يلعب كرة ممتازة إن الخلاص 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 لا 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 هذه ليست عاداتي. باصاتي يمشي باصتي 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 السرعة 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 في الريتم يتصرح الريتم. يوسف يوزع كرة ممتازة يحيى عسيري بينية رائعة اسيان كنترول يا ولدي على كذا باص الله يا اسيان أي باص كان بالعقل أي باص كان بالعقل يا إسيان أي باص كان بالعقل يا إسيان. نازل بالبادي أمين أنت نازل بالدو لا تعود الكرة هربي خطير عمر عثمان يخرج أمام الجميع هرب بيه هرب بيه أكبر يا باص عبد الباص هذه فيها رواية عن الخطر هذه فيها الكثير من الخطر يوزع كرة خطيرة الضربة واللمسة والهمسة 40 لمن سيكون الهدف 50 من سيرش على الهدف الرقم 50 عربية طويلة براس الله يا ستار يا سلاك الوحلي يا سلاك الوحلي أي كورة خطيرة أمام الملايين مع الكورة والكورة تعود لا تعود الكورة خطيرة ولا دم الأمر مش ممكن على الكورة لمسة يد
ذلك. ألف مبروك مدرسة المواد، 6 نقاط لمين أيتم حامد في مجموعة تعتبر صعبة جدا، ولكن أيتم حامد باختيار الرياضة للشباب الرائعين المتميزين قدر تماما باختصار كل المسافات وقصر كل المسافات. عدلتا يفشل الاختبار الثاني، اختبار أول كان تعادل واختبار ثاني كان خسارة. فمن المباراة تمام الفات حكايات ستحكى في ملعب السلطان. رجل المباراة أفضل لاعب في اللقاء عبد الرحمن الفني، من هو؟ من أفضل لاعب في اللقاء؟ من أفضل لاعب في المباراة؟